ما عرضوش عليا، يعني حتى واحد ما عرضوش عليا وما عطاوش حتى شي فكره واش كيفاش غتكون، واش غتجي، وشكون ما غي فهمتي. فكنخلي الامور غاديه عاديه. والله اعلم ما عرفت وعليا انا، راه بزاف ديال الممثلين اللي هما نيت ممثلين وفنانه هذا راه ما حضروش، ما عرفتش. مي انا بالنسبه لي انا ما مسني في والو، عرضوا عليا ما عرضوش عليا ما عنديش مشكل. قريب ان شاء الله دابا راه صوبت واحد الاغنيه مع مولاي احمد العلوي والشاعر الكبير محمد الباتولي، وغير يسالي التسجيل وهذا وغادي تخرج ان شاء الله. وكاين عمل اخر مع العربي الكاملي، كاين تبارك الله باقي. حنا خايدين غير هي راه ما كايناش ديك الزربه ديال انني غادي نخرج اغنيه دغيا. هذا كاين العمل، الا بغى بنادم يكون العمل متقون وهذا خص يكون داك الشيء ثقيل ومقاد. بالنسبه نقول لك واحد الكلمه، قسما بالله كان نكون في الطوموبيل انا وراجلي وهذا كنسمع الميت غاديو، واللي كيعجبني بزاف هو ان بالليل كيديروا اغاني طربيه، كيديروا بروغرام ديال عبد الهادي بالخياط، عبد الله الدكالي، الحياني، داكشي يا سلام، شي اللي كيخليني نتبع الاذاعات.